احنا عندنا خلينا نقول وليد سليمان، يعني الجدول الزمني لوليد سليمان احنا محددينه مسبقا بثلاث شهور عشان يتعافى من القرحة اللي حصلت له في الركبة. وليد بنهاية الشهر وبداية الشهر ابريل ان شاء الله هيكون اتم الثلاث شهور. هو بالفعل يعني خاضع لبرنامج تأهيلي لزيادة الكفاءة البدنية بتاعته. هنخضع وليد لاختبار كورة. هو دلوقتي الحقيقة بيخضع لاختبارات متدرجة، لكن هنخضعه لاختبار كورة مع نهاية الشهر. إذا لقينا أنه الآلام تلاشت وأن اللاعب يستطيع الأداء بشكل طبيعي بما لا يؤثر على كفاءته البدنية أو يؤثر على أدائه في الملعب، شعوره بالألم يعني ممكن يؤثر على كفاءته، هيتم الدفع به مع الفريق بشكل برضو متدرج يعني. فعندنا أمل أنه الأمور تمشي في النصاب الطبيعي بتاعها، ويبقى عندنا إمكانية مشاركة وليد في المباراة بتاع يوم 30. وإن كنت الحقيقة عندي متسع من الوقت إن أنا أعفي وليد من المباراة القادمة ومباراة العودة الإفريقية إن شاء الله، اللي أتمنى إن شاء الله بالمعطيات اللي قدامنا أنها تكون مباراة سهلة. يعني إذا أنا أخدت بالأحوط وحبيت إن أنا أأمن وليد لفترة أطول، فهيبقى عندي متسع لما بعد المباراة الإفريقية القادمة. بالنسبة لسيد معوض، يعني سيد بعد الزيارة الأخيرة لألمانيا اديناه أسبوع راحة يعني حسب التوصيات، ويعني سيد يمكن استمع لرأيين من آراء الكبار الأساتذة في القدم، والحقيقة يعني هي آراءهم يعني مطابقة تماما للي احنا قلناه لسيد، فده يعني وصل له رسالة طمأنة انه الأمر هي مسألة شعور بالألم، وانه الأمر لن يؤثر على كفاءته في الملعب او على مستقبله الرياضي، وانه الأمر مرهون بالألم. فسيد ابتدى من يوم الخميس اللي فات شغل ملعب، والحمد لله لغاية دلوقتي ما فيش شكوى مؤثرة إلا بقدر 3 من 10 مثلا شعور بالألم، وهو ده الحد اللي احنا ممكن نسمح للاعب بالمشاركة بيه. يعني انه اللاعب يستشعر ألم بدرجة 3 من 10 ما عندناش إشكالية انه هو يستمر مع هذا الألم، ولكن بالاعتبار ان الألم ده ما يكونش بيزيد يعني، وهو بالفعل ما بيزيدش. فسيد هيستمر معانا زي ما انا قررت النهاردة انه هيستمر معانا لنهاية الأسبوع بتدرج في الأحمال. إذا لقينا أن الأمور كويسة بعد أسبوع هيشارك سيد مع الفريق، ما فيش إشكالية بالنسبة لسيد يعني الهيئة في الفترة اللي جاية، وعندي أمل أنه هو يلحق حتى بمباراة 30 أو المباراة التي تليها على طول إن شاء الله. بالنسبة لشهاب، شهاب عنده التهاب في الحوض. مسألة الالتهابات زي سيد وشهاب هي دي المسائل اللي إحنا ما نستطيعش أن نحط لها جدول زمني، لأنه الأمر هو سببه من البداية أحمال زائدة أو أحمال خاطئة أو ملاعب غير سوية من حيث الاستواء اللي نقول عليها السيرف جيومتري أو من حيث تكوين التربة. وبعتقد أنه الملاعب عندنا ما هياش الملاعب المطابقة أو للمواصفات يعني. بعتقد أنه عشان كده ما نقدرش نحط فترات زمنية لالتهابات الحوض، ما نقدرش نحط فترات زمنية لالتهابات غشاء باطن القدم، إنما زي ما بنقول كده بنضرب ونلاقي يعني، بنخضع اللاعب لاختبار. إذا لقينا أنه الآلام يعني خلاص تضاءلت وأنه اللاعب قادر خلاص بنشركه، لكن لو استشعر ألم بنضطر ننزل بالحمل شوية ونستنى لما الآلام تتلاشى بشكل أو بآخر. يعني بنتعامل مع الالتهابات بسياسة مختلفة شوية عن سياسة الإصابات. الإصابات أستطيع أن أنا أحط جدول زمني، لكن الالتهابات وده مهم أنه المشاهد يكون بيفهمها والصحفيين قبل المشاهدين يكونوا يفهموا هذا الأمر يعني. بالنسبة للإصابة الكبيرة والمعتبرة واللي ما فيهاش خلاف يعني هي إصابة حسام غالي، وحسام الحقيقة بيخضع البرنامج بتاعه بشكل طيب. يمكن هو طالب إن هو يقعد بس 5 أيام زيادة شوية وهيعود بعدها هنا يقعد معنا 2 أسبوع عشان متابعة الحالة، وبعدين هنرسله مرة أخرى يعني لوضع اللمسات الأخيرة للبرنامج العلاجي لألمانيا. هيقعد حوالي 2 أسبوع في المرحلة الثانية، وبعدين هيجي علينا على الملعب على طول إن شاء الله، لكن مش مشاركة يعني. هنخضعه لبعض التمرينات العلاجية اللي هي تطابق المهام الوظيفية لحسام في الملعب وأسلوب أدائه لهذه المهام. لما يجتازها بنجاح هنبتدي نشركه
في مباريات ودية في التقسيم الأول في التدريبات اليومية، ثم في مباريات ودية، ثم في مباريات رسمية بشكل متدرج قبل ما ندفع به بشكل يعني ايه مطلق مع الفريق يعني. بالنسبة للشباب صرح قبل كده ان هو كان عايز يعمل في السفر لعلاج بره وكان في انتظار رد الجهاز الطبي، هل رد حضرتك على؟ لا انا ما اعتقدش انه الامر ده يعني صحيح، يعني شهاب لم يطلب هذا الامر. واحنا التهابات الحوض هي بنقول عليها من التشالنجينج بروبلمز، يعني هي الالتهابات دي عامله اشكاليه في الطب الرياضي عموما، سواء في اوروبا ولا في مصر ولا في اي بلد يعني. بالعكس احنا خبراتنا بيها اكتر من الاوروبيين، لانه نوعيه هذه الاصابات عندنا كتيره للاسباب اللي انا سبقت ووضحتها. هم عندهم معايير التدريب كلها مقننه، اللعيبه تعرف الحقوق والواجبات بشكل كويس جدا، يطبقون الاحتراف بشكل امثل، المواصفات بتاع الملاعب عندهم على اعلى مستوى، الاحذيه اللي بيرتدوها بتصمم لكل لاعب بصمه قدمه، ولذلك كل المتغيرات اللي من شأنها تؤدي إلى زيادة الإشكالية دي وشعور اللاعبين بالالتهابات نتيجة الاستعمال الزائد أو الاستعمال الخاطئ عندهم معدلاتها قليلة جدا. عندنا احنا لأنه كل هذه المعايير قاصرة قليلة، وعندنا اللاعبين بعضهم في بعض الأندية الأخرى غير الأهلي والأندية الكبيرة في الدوري الدرجة الأولى بيلعبوا لشركات وبيلعبوا الأندية وبيلعبوا الكذا وكذا وكذا، ده كل ده من شأنه إن هو يزيد معدلات الالتهابات دي، وذلك إحنا تعاملنا معها بشكل أكبر فخبرتنا فيها أكتر. قد نستعين ببعض العلاجات الدوائية من الخارج، لكن ده مش مدعاة إنه اللاعب يسافر بره عشان ياخد دواء، احنا ممكن نجيب الدواء هنا يعني. طب رد حضرتك على نشر بعض وسائل الاعلام في الخلاف الناشئ بينك وبين سيد معوض؟ لا خالص، ما فيش اي خلافات بيني وبين سيد معوض، يمكن انا ما شفتش سيد معوض من بعد ما رجعنا من المانيا غير مره واحده لما حضر معانا مباراه في ملعب الدفاع الجوي، لان احنا كنا في الفتره دي مديين وراحه. دلوقتي هو واحنا في نيروبي ابتدى الراجل يشارك في الملعب من يوم الخميس اللي فات، ولغايه دلوقتي انا لسه يعني هيبقى رؤيتي ليه النهارده اول يوم يعني، فما حصلش خالص هذا الكلام يعني. لا انا بشكل شخصي اتمنى طبعا ان هو يرجع النهارده قبل بكره يعني، احنا نفتقده كثيرا. زي ما بقول لحضرتك يعني هتحس كده انه في حاجة غريبة انت يعني فقدتها او حاجة انت متعود تشوفها. انا بشوف انه يعني هذا الرجل، وانا صرحت قبل كده الحقيقة من خلال علاقاتي به ومن خلال العشرة القديمة، وانه هذا اللاعب الافضل وافضل من وطأت اقدام واوساط الرياضيين في تاريخ الرياضة المصرية من وجهة نظر المتواضعة يعني. ممكن حضرتك تتكلم عن الاصابة بتاعته، خاصة ان اللاعب بيخضع لبرنامج تأهيلي جوه النادي الاهلي؟ محمد كان عنده مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، كنا يمكن في الإمارات يعني إيه كانوا قدروا تقدير أقل شوية يعني، كان الأشعات ما أظهرتش الإصابة، لكن من وصفه ليا كنا على طول على اتصال بالتليفون يعني، قلت له إنه ده هيكون مزق على الأقل من الدرجة الأولى، وإنه لو عملت أشعات في فترات لاحقة هتظهر الإصابة. بالفعل هو نزل بناء على التقدير بتاعهم واستشعر ألم مرة تانية وأظهرت الإصابة الأشعات اللي عملها لاحقا يعني. المفترض أنه فترة العلاج بتاعته تنتهي مع بداية المباراة القادمة للمنتخب الوطني، فالتحدي أنه أنت تصل بمحمد أبو تريكة للمستوى البدني والكفاءة البدنية اللي تقارب كفاءة زمايله وتسمح لي بالمشاركة في المباريات مع نهاية فترة العلاج، يعني ما ننهيش فترة العلاج نقول ان احنا هنمد الـ 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 هنبتدي بقى نرفع معدلات الكفاءة البدنية. اعتقد انه المدرب الاحمال بتاعهم الالماني اعتقد ان خبراته كويسة، يمكن كان اخر اتصال بمحمد ابو تريكة امبارح والامور ماشيه بشكل طبيعي، وهو هيبتدي يشارك مع المنتخب بشكل متدرج في خلال الاسبوع اللي جاي لحين يعني ميعاد المباراه القادمه ان شاء الله. لو الاسبوع ده يعني تخطاه بدون شكوى بكامل الكفاءه البدنيه بتاعته ممكن ان هو يشارك، لو ارتأى الجهاز الطبي انه الجهاز الطبي والفني للمنتخب انه يشارك جزء من الوقت فده يكون اكثر حكمه يعني.
ولكن نتمنى ليه السداد والتوفيق، فهو مقدم عليه، ونتمنى إن شاء الله أنه ينهي الفترة ويضيف ليهم إضافات جيدة ثم يعود إلى مكانه إن شاء الله سالما غانما، إحنا كلنا ننتظره يعني. يعني هسه ليس هروبا من اللعب كما يردت على موقع بعض المواقع، إن هو ادعى الإصابة لا خالص، لا الأشعات أنا شفتها، الأشعات كلها تثبت الإصابة بتاعته. أنا قلت أنت هتسألني يعني هو هروب من اللاعب من مصر، يعني أن هو يروح بني ياس ده كان هروب مش العكس، لا بالعكس يعني هو أنا يعني عند المواقع الإماراتية طبعا نشرت أن اللاعب بيتهرب من بني ياس لعدم رغبته في اللعب فيه. لا خالص بالعكس، ده هي فترة زمنية الناس الحقيقة بتقدره تقدير شديد جدا، ولما طلب المنتخب الوطني انه اللاعب يعني يعود الى القاهرة للخضوع للبرنامج العلاجي اللي هو فيه توطئة لمشاركته في المباراة القادمة، يعني الناس رحبت تماما، وبالعكس يعني ده هو كان في يعني مش عايز اقول، لكن كان في انتقاد شوية للجهاز الطبي هناك انه هو يعني لم يقيم الوضع بشكل يعني دقيق، ولكن محمد قال ان هو كان يعني الاشعات هي اللي ادت الى هذا الامر، وفي عنصرين مصريين موجودين هناك والمسؤولين عن النادي كلهم يعني حاطينه في محل تقدير. بالعكس يعني ما هو ده يتنافى مع كونهم يطلبوه بشكل دائم وانه الاهلي يبيعوه لهم بشكل مستمر، يعني ده بيرد على ده، ما ينفعش ان احنا نقول ناس عايزاه بشده وفي نفس الوقت هو بيتهرب منهم، اكيد عايزينه بشده نتيجة الأداء ونتيجة يعني ما لاقوا من هذا اللاعب الكبير من خلق وحسن تعامل ولحمة مع بقية اللاعبين هناك. يعني وصف اللاعب الإصابة بتاعته حضرتك حدد لنا نسبة مشاركته إيه في مباراة المنتخب القادمة؟ والله أنا إذا أخذت بالأحوط وليس الأصوب، أنا زي ما بقول لحضرتك نهاية الفترة العلاجية تنتهي مع بداية المباراة القادمة، أنا دايما أحط يعني فاصل زمني بين هذا وذاك للاطمئنان على اللاعب في الملعب قبل ما أدفع به في مباراة رسمية، يعني قد يكون الأداء فيها عنيفا، قد يتحمل اللاعب وهو محمد أبو تريكة هيكون القائد في هذه المباراة، فده بيلقي بأعباء زيادة شوية عليه. أنا من وجهة نظري أنا أجعله في حل من أن أنا أضغط عليه أكثر من ده، وكنت أحط فاصل زمني بين تمام الشفاء وبين المشاركة في أول مباراة لي بعد الإصابة. يعني